بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا بيك كابتن ناصر، منورنا. تحياتي كابتن ايمن، الله يخليك، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للكابتن شريف والكابتن علاء والكابتن اسامه والكابتن علي عبد الرحمن. مبروك النادي الاهلي طبعا على الاداء والنتيجه، وعاوز اقول في البدايه كابتن ايمن، النهارده اداء النادي الاهلي ولعب النادي الاهلي رفع الضغوط على الحكام المساعدين. احيانا انت حكم مساعد النهارده لما يحصل عندك خطا بتبقى متوتر، بتبقى قلقان، فالنتيجه احيانا كابتن شريف نتيجه النادي الاهلي والفوز انت كحكم مساعد بتستعيد الايه؟ بتستعيد الثقه تاني والهدوء. ليه؟ احنا شفنا كذا خطا للحكام المساعدين في هذه المباراه، مره الحكم المساعد بيرفع والفار بيتدخل والعكس، ولكن عندنا الحالات النهارده كتيره جدا يا كابتن ايمن. يمكن انا اختصرت الحالات ديت للحالات المهمه. خلينا نروح لطاقم التحكيم اللي كان مكون من حكم الدولي محمود عاشور، وكان معاه حكم مساعد رقم 1 احمد نوفل، والمساعد رقم 2 كان عماد العقاد، حكم متميز وصاعد واعد. حكم رابع كان محمد دسوقي، وعلى الفار كان طارق مجدي وكان عاطف حسين. نروح للحاله الاولى. حاله من الحالات مهمه جدا جدا هي كابتن، هنا بنتكلم في لعبه مركبه في الاول. هنا الحكم المساعد اشار باستمرار اللعب. الحكم المساعد هنا اشار باستمرار اللعب، لا يوجد تسلل من وجهه نظر الحكم المساعد، وبالتالي عاشور احتسب ركله جزاء. نشوف هنا ركله جزاء صحيحه مليون في الميه، ولكن كان تسبق ركله الجزاء واحنا قلنا حاله التسلل. التسلل، وهنا احنا قلنا ركله جزاء اول هدف، ما لم يكن هناك مخالفه تسبق الاثنين، اللعب يستمر. هنا تاني نشوف اللعبه هنا من اول خالص، ونشوف هل كان في موقف تسلل ولا ما كانش فيه من اول خالص، هات بين لحظه اللعب وموقف التسلل، ونشوف هنا موقف تسلل وكان متواجد اللاعب في موقف التسلل، وبالتالي هنا عاشور يعني خد القرار اللي هو كحكم ان هي في مخالفه ركله جزاء، وبالتالي هنا لغى نتيجه التسلل. الحاله اللي بعد كده ونشوف حاله مهمه جدا جدا جدا، واحنا بنقول الكلام دوت لكل لاعبتنا كابتن ايمن، ان انا كمدافع لابد ان انا ما اعملش ريسك على نفسي خاصه داخل منطقه الجزاء. لو انا ما عنديش امكانيه بنسبه مليون في الميه العب والعب وتاكد من ان انا لعبت الكره بوضوح، لابد ان انا يعني اعمل تكير شويه. هنا ايمن يمكن مش قصده خالص، ولكن انا هشوف حاجه، لو ايمن كان نجح في لعب الكره كابتن علاء اوكي، حتى لو كان في سكوت، لو ايمن النهارده نجح في لعب الكره ما كانش فيه مشكله، ولكن هنا هو ايمن دخل باهمال، وهنا الخطا باهمال داخل الصندوق بنقول عليه هو ايمن ما حضرش الكوره وما شافهاش حاجه من الاثنين. بالظبط كده، بالظبط، عشان كده بقول ايه، لو انت مش متاكد كابتن عادل مهمه جدا جدا جدا، واحنا بدهره بنلعب ماتش جاي. بص. لو انا مش متاكد قوي في الحاله نشوف ما اخشش، لان هو كمان اللاعب لسه ما عندوش امكانيه ان هو يسيطر او يجيب جون، وبالتالي هنا شايف ان هنا الخطا باهمال، وهنا المخالفه موجوده باحتساب ركله جزاء. ممكن عاشور لم يحتسب، ولكن البار تدخل باحتساب المخالفه، وانا شايف ان الخطا واضح وكان يجب مره واحده احتساب المخالفه. نروح للحاله اللي بعد كده ونشوف ما الهدف ده. انا هعيد الهدف تاني كابتن شريف معاك، كابتن علاء مهوب وكابتن ايمن شوقي، انت كنت بتلعب بدماغ جميل يعني، جميل جدا، الله يخليك. نشوف هنا بس انا جايب الهدف دوت، ده نموذج كابتن، هدف نموذج، هدف عالمي، نموذج للعب العادي، للعب العادي. شوف الارتقاء، مظبوط، نرجع تاني كده، والوقوف في الهواء، شوف الارتقاء قد ايه. نشوف تاني الارتقاء من محمد شريف اللي النهارده طلع فوق تماما، اولا ولو سند ولا صحيح. سند صحيح، ولا حط ايديه ولا عمل اي حاجه خالص. كريستيانو. نموذج صحيح، نعم، كريستيانو يعني انا بقول هدف عالمي ونموذج للعب العادل اللي لا توجد مخالفه سواء سند او لمس او كل الكلام ده. صحيح، فبحيي شريف الهدف دوت طبعا، وبحيي عاشور ان هو خلى لعبه توصل. يلا خلينا نروح للحاله اللي بعد كده. شوف الحاله اللي بعد كده ونشوف حاله من الحالات المهمه جدا جدا جدا. ده الهدف. انا قبل ما اشرح الهدف انا حزين الهدف ده اتلغى. هدف حلو يعني، الهدف ده كابتن عادل، كابتن علاء، وانت كنت بتلعب في نص ملعب جامد قوي وبتعمل باص من بيني والكلام ده، جمله جميله جدا جدا جدا، جه من هدف جميل جدا كابتن شريف. طيب تعال نشوف الحكم المساعد الاول، هرجع بس الحكم المساعد احمد نوفل، هرجع معلش اسمح لي بس ارجع لاحمد نوفل لحظه التمرير ونشوف
الزاويه الثانيه اللي هي الزاويه ايوه بس ستوب لحظه تمرير شوف يا كابتن حكم مساعد احمد نوفل تمركز ولا اروع تمركز ولا اروع تركيز ولا احسن تمركز واحمد نوفل من الحكام المتميزين تعال اقول لك اولا مش هنجيب الفار بس هنقول في اللعبه كشكل نشوف القدم هنا القدم اليمين للاعب لا خلينا زي ما موجود وقفها شوف القدم القدم اليمين نمشي هنا القدم واضحه جدا جدا واضحه ما كابتن علاء ولا مش معايا أيوه. هو اساسا تمركز بنص متر يا كابتن واضحه وضوح الشمس انا كابتن عادل عبد الرحمن ده الجول ده الهدف اللي اتلغى اللي كان هيوصلنا نفس الرقم بتاع نادي الزمالك رقم الزمالك ده ناصر التمركز على المساعد يعني مش احسن من كده يعني مش حسبه ليه بقى يا كابتن انا بس هاكد على حاجه الاول همشي مع حضرتك الاول بس هقول لكابتن علاء كابتن علاء انت قلت لي تمركز الحكم مساعد هايل طبعا دي اول حاجه بتديني حق انا كراجل محلل تحكيمي ان القرار صحيح ان القرار صحيح طبعا عارف يا كابتن علاء كابتن ايمن هاي. لو احمد نوفل يمين شمال خطوه او شمال يمين شمال خطوه او يمين خطوه اشك في القرار ولكن انا دي نمره واحد صح نشوف بقى بعد كده كابتن علاء عبد الرحمن شوف الفار ده رجله اليمين مغطيه خالص نشوف خط التسلل بتاع الفار نص متر يلا ليه حسبها بقى ما هنقول هات يلا يعني هات لي كده خط التسلل بتاع الفار بتاع المباراه ننقل ونجيب خط اللي هو التسلل كابتن انت شايف خط واحد ولا خطين خط واحد خطين دول خط واحد دول انا شايف خطين بس لازقين في خطين في خطين لازقين في بعض تمام خط ازرق وخط احمر طيب انا عاوز اجيب صوره ثانيه بس من الدوري ايه الدوري البطولات الثانيه ايه هنا عندنا خط ايه يا كابتن ازرق واحمر وازرق الاحمر ده بتاع المهاجم ايه الاحمر بتاع المهاجم الازرق بتاع المدافع كابتن علاء ايه رايك نشوف سايك لا انا بتكلم في الصوره لا 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 انا بتكلم في الخطين الواضحين جدا لاي حد واضحين جدا هنا تقدر هنا واضحين تقدر هنا واضحين جدا طبعا صح نرجع بقى تاني يعني احنا متفقين هنا يجب ان هي دي تكون الصوره الموجوده لينا احنا كمشاهدين يا كابتن علاء بالظبط ولكن حضرتك جبت لي خط التسلل انا من وجهه نظري انا مش مقتنع ومش واضح جدا جدا مش مبين يعني مش مبين مين متسلل ومش هو متسلل ولكن اساسا الخط ده مبين برضه يا كابتن من غير الخط يا كابتن باينه جدا كابتن ناصر ده الخط ده كمان الخط ده مبين واضحه جدا بص رجله يمين في وجهك واضحه يعني زي ما وسام بيقول رجليه يعني رجل ما انا همشي معاك الخط نفسه زي ما وسام بيقول رجل واضحه قوي وعايز اقول لحضرتك حاجه كمان يا كابتن بعد اذن حضرتك اولا هو خد وقته كويس قوي بالظبط قوي ايوه بالظبط يعني مفيش مجال للتشكيك 3 دقايق اتفضل يا كابتن خد 3 دقايق كويس قوي الثلاث دقايق دول كانوا كافيين مش كانوا كافيين انك تشوف اللقطه دي لا شوف اكثر من ثلاث اربع لقطات ليه يعني ومع ذلك هقول لك انا بقى حاجه غريبه غريبه خد وجهه نظر بس مش تحكيميه لا عارف هو حسبها ليه على دراعه ولا هو النادي الاهلي كده لا لا يا كابتن الفار كده الفار كده مع النادي الاهلي بص يا كابتن المضمون على النادي الاهلي يديه دي فيها شك لو واحد في المليون لان ولا فيها واحد من المليون عادل بس يديها لا بلاش دي عادل عادل على الاهلي على طول دي بره اللعبه دي اتفضل يا كابتن دي بره الحكايه يا كابتن ناصر بص الكره دي دي بره الكره رسمي اتفضل يا كابتن ناصر اتفضل حاله من الحالات الصعبه صعبه هي حاله صعبه دي خلي بالك هل اللي عند الفار مش عندنا على الشاشه ده السؤال يا كابتن لا طبعا ده السؤال هل انت كفار عندك تسلل واحنا هنا عندنا اللقطه سليمه ما هو دوت اللي هيحيرك هدف سليم 100% لا توجد تسلل حتى خط التسلل انت حضرتك جايبه يعني مش عايز اقول لك هو اللي في دماغه عشان خط التسلل اللي جاي يا كابتن علاء هو خط حاجة. موضح ان الصوره او اللعبه سليمه وبالتالي انا بقول ان هنا الهدف هدف سليم لمحمد شريف نروح للحاله اللي بعد كده ده الهدف طبعا احمد نوفل والهدف الثالث ل ايضا محمد شريف لحظه التمرير نرجع كده للحظه التمرير ونشوف لحظه التمرير والاستلام من اول ده برضه لحظه التمرير والاستلام طبعا هو كان في موقف سليم واتعملت وفي موقف سليم الكره كانت سابقه كابتن علاء وبالتالي هنا هدف ايضا هدف سليم رجعوا في الفار ده والفار طبعا رجعوه اي حاجه بيرجعوها بالظبط كده بالظبط وهنا برضه اي حاجه يرجعوها بشيد بحمد ايوه بس رجع اي حاجه على هرجع تاني كده معلش اللقطه دي مهمه جدا
هنا الانطلاقه هنا بردك هنا احمد نوفل بشيت بيه تمركز هايل وهو خلى لعبه تواصل الكابتن ومشي وهنا طبعا الكره هي اللي سابقه وبالتالي هنا هدف سليم لمحمد شريف. نروح للعبه اللي بعد كده ايضا الحالات كانت صعبه وانا قلت ان الاهلي النهارده بالنتيجه وبالاداء المتميز رفع الضغوط عن الحكام المساعدين لان في حالات كتيره جدا جدا كابتن عادل هنا يمكن الحاله ديت يمكن عند احمد ايضا ولكن الحاله واضحه جدا جدا يا كابتن ايمن صح كابتن علاء عادها بره واضحه ما هنا هنا الحكم المساعد هنا اشار على تسلل ثم حصل ان في الفار راجع واحتسب الهدف وهدف سليم ما فيش اي مشكله. شوف الحاله اللي بعد كده حاله من الحالات التعليميه المهمه جدا 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 ودي اخر حاله هنختم بيها عشان نقول للحكام لما يبقى يكون الستارز على الكره كابتن او الكره اللي هنا عمرو السوليه بيحط رجليه نرجع تاني هنا واحده واحده ستوب مين رجليه على الكره كده الاثنين انا هنا عندي الحاله دي بتبقى جايه عندي فيديو تيست للحكام يا كابتن علاء دي اخر حاله للحكام لما يبقى اللاعب المهاجم او المدافع او المنافس رجل على الكره ورجل على الكره ويحصل زحلقه هي نتيجه ان ايه ان الكره هي اللي عملت الزحلقه مش اللعيبه اللي هي عملت المخالفه وبالتالي هنا كان يجب على الحكم ان يخلي اللعبه تواصل لان هنا كان في عقوبه الانذار لعمرو السوليه وعقوبه الانذار لمودي. طب يا كابتن استمرار الرجل خلاص يا كابتن انا دي نتيجه التاكلينج بعد ما نجحت في لعب الكره هيحصل فيه اصطدام ولكن هنا ما فيش من اول تاني هو عمرو سليم مش رايح ابدا على الرجل وبالتالي هنا شايف ان هنا كان يجب على اللعب ان هو توصل. خلي بالك تاني بنقول مبروك النادي الاهلي ونقول دايما النادي الاهلي اللي هو كابتن ايمن مضغوط النادي الاهلي مضغوط ولكن النهارده على الرغم ان هو مضغوط رفع الضغط على كمان على الحكام في النتيجه وفي الاداء صحيح. ونتمنى ان شاء الله باذن الله نتمنى ان شاء الله كابتن شريف في المباراه القادمه النادي الاهلي يكسب ويفوز وياخد البطوله وبتبقى فرحه لكل المصريين يا كابتن صحيح. شكرا جزيلا للكابتن التحكيم المتميز كابتن ناصر تألقت كالعاده الله يخليك يا كابتن. وبينتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي ومصر المقاصه والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 4-1 بعد اداء اكثر من رائع. ألف مبروك للنادي الأهلي وبالتوفيق المباريات القادمة إن شاء الله والبداية يوم السبت القادم إن شاء الله في نهائي بطولة دوري الأبطال أفريقيا والتتويج بالعاشرة بمشيئة الله. حابب أشكر نجومي اللي شرفوني النهاردة وأمتعونا كالعادة كابتن شريف عبد المنعم ألف شكر يا كابتن أمتعتنا. نشكرك كابتن أيمن وبالتوفيق إن شاء الله يوم السبت بإذن الله. ربنا يخليك. كابتن أسامة عرابي ألف شكر يا كابتن أمتعتنا. شكرا كابتن أيمن وألف مبروك لجمهورنا وكل من ينتمي للنادي الأهلي وبالتوفيق إن شاء الله يوم السبت إن شاء الله. بإذن الله. كابتن علاء مهيوب ألف شكر يا كابتن أمتعتنا. شكرك يا أيمن ومبروك النهارده وإن شاء الله بقى مبارك فرحة كبيرة إن شاء الله يوم السبت يا رب إن شاء الله. كابتن عادل عبد الرحمن أمتعتنا يا كابتن مبروك ونقفل على السبت إن شاء الله نكسب البطولة العشرة بإذن الله رب العالمين. شكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة وعلى أمل أن نلتقي بكم مرة أخرى واستوديو تحليلي آخر لكم مني أطيب المنى وأرق تحياتي.